تعزيز الهوية الوطنية في القلب قبل ما يكون في أي مكان ثاني، في القلب وفي المظهر الخارجي في كل مكان في أرجاء دولة الإمارات. يعني هذه استراتيجية حكومة دولة الإمارات، وهي أيضا يعني خطط وأهداف العديد من الدوائر الحكومية والمؤسسات المتواجدة اللي هي تعزيز هذه الهوية والمبادئ الخاصة بتراث وعادات وتقاليد دولة الإمارات، سواء كانت بالمظهر أو بالمضمون. وإذا بندخل بالعمق وبالتحديد إلى هيئة الطرق والمواصلات، يسعدني أن معايا الحين في هذه الفقرة الدكتورة عائشة البصميت، مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي وأيضا رئيس فريق الهوية الوطنية في هيئة الطرق والمواصلات، نتحدث أكثر عن أعمالكم وكل ما تقومون به لتعزيز الهوية الوطنية. هلا مرحبا بتيانا دكتورة. مرحبا، أهلا وسهلا، مساكم الله بالخير. طبعا مثل ما قلتي، الهوية الوطنية في القلب قبل ما تكون في المظهر حقيقة، لأن يعني الهوية الوطنية في على مستوى الدولة هناك الكثير من المبادرات اللي هي تعزز الهوية الوطنية. لينا على مستوى أيضا إمارة دبي، يعني صاحب السمو الشيخ محمد الله يحفظه ركز كثير على الهوية الوطنية، وركز كثير على مبادرات اللغة العربية وكثير من المبادرات اللي هي تعزز الهوية الوطنية. نعم. على مستوى أيضا طبعا المواصلات، نعم، عندنا كثير من الجهود. صحيح. اللي ممكن نتكلم عنها اليوم. ما قصرتي أنت، يعني مترأسة فريق كامل في هيئة الطرق والمواصلات يتابع بشكل كبير مجريات وأهم مظاهر الهوية الوطنية في كل من يعمل في هيئة الطرق والمواصلات. إذا بنتكلم عن أهم المعايير الخاصة بهذه الهوية، من وين نبتدي؟ شو هي النقاط اللي موجودة؟ نعم، هو طبعا على مستوى إمارة دبي المجلس التنفيذي من خلال برنامج دبي لأداء الحكم المتميز حدد معايير للهوية، أربع معايير تم تحديثها في منتصف العام. من المعايير اللغة العربية، المظهر العام، المسؤولية الاجتماعية، وأخيرا التوطين. نعم. طبعا هاي المعايير اللي هي ركزنا عليها احنا أيضا، وهناك أيضا معايير أخرى في وثيقة اللي هي السلوك اللي على مستوى الدولة أيضا بعد احنا يعني نركز عليها، لأن الهوية الوطنية ما تنحصر في معايير معينة. أنا أشوف الهوية الوطنية سلوك مواطنة صالحة قبل ما تكون هي مجرد معايير احنا نتبعها. الهوية الوطنية يجب أن تكون سلوك للمواطن أو حتى المقيم على أرض الدولة، لأن احنا اليوم في دبي عندنا أكثر من 200 جنسية. نعم. فبالتالي محافظتنا على هويتنا الوطنية تخلي الآخرين أيضا يطبعون طبائعنا، ولما أني حتى سواء داخل الدولة أو خارج الدولة فإحنا نمثل بلادنا. صحيح. بالشكل اللي يليق بها، ونعزز الولاء للوطن والمواطنة الصالحة، وهذا الأهم بالنسبة للهوية الوطنية. صحيح. قبل ما أدخل معك في تفاصيل أكثر، خليني أتمنى لكم التوفيق أيضا، يعني عقب باتر أو باتر الاثنين، يوم الاثنين إن شاء الله القادم بيكون إن شاء الله. طبعا هناك الحفلة الكبيرة الخاصة بتوزيع الجوائز للمشاركين، ونحن نتفق إن شاء الله بحالفنا الحفل المرة بإذن الله ونفوز إن شاء الله. شو الأشياء اللي سويتوها وفعلا يعني خلتكم تدخلون بهذه المسابقة مثل ما يقولون بقلب قوي اللي الفوز بها؟ نعم. خلال هذا العام خبرينا. يعني الحقيقة كثير من المبادرات، يعني احنا بدأنا بالتأسيس بالسياسة. هي. عملنا وثيقة تم التوقيع عليها مساعدة رئيس مجلس الإدارة ومدير التنفيذي مطار الطائر، إلى أيضا الموظفين وإلى حتى سائقي التاكسي والباص وكافة الموظفين الموجودين في الهيئة. قاموا بالتوقيع على هذه، قاموا بالتوقيع عليها كيعني مسؤولية فردية ذاتية. وأيضا طبعا قمنا بالعديد من المبادرات في اليوم الوطني، عندنا العديد من المبادرات سواء على مستوى الإمارة أو على مستوى الهيئة. أيضا كثير من المشاريع، على سبيل المثال يمكن اللي تابع مشاريعنا يشوف آخر مشروع اللي هو كان عندنا الجسور المشاة، كلها تأخذ في مبانينا في الأنفاق في محطات المترو، كلها تأخذ شكل محطة المترو نفسها شكل اللي هي الصدفة. صح. فكل محطات الـ يعني الـ أيضا تشكل شيء رمز من رموز دولة الإمارات، كلها تأخذ حتى مواقف الحافلات كلها تأخذ شكل اللي هي الهوية الوطنية ومن عبق تراثنا. أيضا عندنا مشاريع مثل متحف الاتحاد، متحف الاتحاد خذ شكل الايادي الذهبيه، يعني يدين ذهبيتان، وايضا اللي هي قلعه الياهلي اللي كانت هي عباره عن المبنى الرئيسي. فطبعا كل يعني المبنى نفسه وحتى من الطياره ممكن الجمهور يشوف شعار الدولة من خلال من المبنى من الأعلى. أيضا طبعا مشاريع كثيرة يعني قمنا فيها من خلال التوطين، يعني احنا لله الحمد يعني من أعلى الدوائر الحكومية نسبة التوطين عندنا بالنسبة للمواطنين في مثلا 98% بالنسبة للقيادات. جميل. بشكل عام أكثر من 77%. أيضا خصصنا وظائف خاصة فقط للمواطنين. نعم.
فعلى صعيد كان التوطين صعيد اللغة العربية يعني احنا ما يعني لو اقول لك شو اقول لك احنا على سبيل المثال ندرب اللغة العربية عندنا فزنا بجائزتين مبادرة حسن البيان مبادرة يعني نصحح فيها استخدام للغة العربية بالنسبة للجماهير سواء في الإعلام الاجتماعي سواء في من خلال المعرض اللي قمنا فيه قمنا بتحليل مفردات قصيدة اللغة الخالدة لصاحب سمو الشيخ محمد الله يحفظه يعني فأيضا يعني يمكن أيضا قمنا بساعة مثلا في أثناء الدوام للموظفين نفسر مفردات التعابير اللي هي في تجويد والقرآن الكريم جميل فيعني احنا يمكن يعني نفسنا نفسنا يعني تحدينا نفسنا مثل ما يقولون ففي مثل جلسات خاصة للغة العربية نعم. يعني تركيزنا على اللغة العربية في مخاطباتنا في استخدامنا لها في القوانين اللي نصدرها في تشريعاتنا في مسمياتنا لا تنسين نول سالك يعني في كثير من مشاريعنا دخلتوا فيها الكلمات نعم. الإماراتية نعم. بما أنك أيضا دكتورة أنت مترأسة هذا الفريق وعندكم في هيئة الطرق والمواصلات أعداد كبيرة من الموظفين ما شاء الله نعم. كيف أنك قادرة تتابعينهم كلهم وتقيمينهم فعلا تعززين فيهم هذا الشيء صحيح وصعب طبعا احنا يعني عدد موظفين اكثر من 7000 موظف 4000 موظف فقط اللي هم خارج عن السائقين فيعني عدد كبير اذا ما غرسنا الهويه الوطنيه كاحساس عند الموظف انه هو مسؤول عنها لا يمكن كنا نقدر نوصل صح. فطبعا احنا فريقنا مشكل من كافه مؤسسات الهيئه الى جانب عندنا سفراء للهويه عندنا 100 سفير يحملون يعني هذا اللواء للهوية الوطنية يعرفون بالاستخدام الصحيح للعلم أصدرنا كتب أيضا أصدرنا كتاب عن العلم استخدامات العلم لأن كثير يمكن من فرحته يستخدم العلم لكن مثلا يضع العلم الجانب الأخضر المفترض على اليمين إذا كان العلم بشكل يعني أفقي فهم يضعون الأسود على اليمين هذا خطأ فنصحح الاستخدامات سواء كان في اللغة سواء كان في استخدام العلم نرفع طبعا جميل. ونعتز بعلمنا في كل عام نرفع العلم كموظفين ايضا في الهيئه ونجري العديد من المسابقات اللي هي التنافسيه فهذه تخلق نوع من التحفيز ايضا تعرفين عند الموظفين انما مين المؤسسه اللي تفوز او الاداره القسم اللي ممكن منه يفوز نخلق نوع من التنافس نعم ممكن انه بيكون بشكل اسهل بشكل كبير على المواطنين اللي موجودين عندكم لان هذا الشيء بيكون نابع من وطنه من نعم. حبه لهذا المكان لكن بالنسبه للمقيمين على ارض دوله الامارات كيف حتى الموظفين لتنسين هم ايضا عندنا جنسيات الموظفين عندكم يعني غير المواطنين كيف ممكن انه يظهر الهويه الوطنيه او يعكسها نعم. للخارج جدا مهم اولا مشاركتهم طبعا في كل الاحتفالات الشيء الثاني ان احنا يعني غيرنا كافة المسميات للقاعات للمداخل في الهيئة لو رحت الهيئة بتلاقين مدخل الشندقة بتلاقين مدخل يعني حتى المداخل الرئيسية غيرنا عود ميثا غيرنا أسماءهم أيضا القاعات سميناها بأسماء المراكب السفن سوينا أيضا سميناها بأسماء اللؤلؤ وأنواعها وفي كلها نفسر بالعربي وباللغة الإنجليزية ونفسر معناها طبعا بعدهم حظ كبير أيضا في اللغة العربية نعلمهم اللغة العربية لأن نعم. هم يعني كثير تحظين أختي ديالة يعني في الأجانب الموجودين في الدولة يحبون يتكلمون اللغة العربية صحيح. يعني احنا نحب نتكلم لغتهم أيضا هم يحبون يتكلمون لغتنا فإحنا نعلمهم اللغة العربية نعلم السائقين لأن السائقين أيضا من جنسيات مختلفة يتكلمون العربية السائقين اللغة العربية وهم سعداء بهالشيء يعني يحسون مكسب إنه يتعلمونها جميل جدا صراحة أنا سعيدة بكل اللي أنتم مسوينه يعني وإن شاء الله أتمنى لكم من قلبي أنكم تفوزون إن شاء الله في الجائزة الخاصة بطبعا المجلس التنفيذي لكل المشاركين لطبعا عكس وطبعا وجود مثل هذا النوع من الهوية الوطنية في قلوب الموظفين في الدوائر الحكومية كل التوفيق لكم وإذا فزتوا إن شاء الله شو الخطوة الجاية بتكون هذا أحسن طبعا شوف إحنا يعني اللي أبغى أقول إن إحنا الهوية الوطنية في دمنا هي. قبل ما تكون جائزة صحيح. لكن طبعا فرح الجائزة مثل تحفيز لنا فإن شاء الله بإذن الله فوزنا في بالجائزة وأنا أقول فوزنا إن شاء الله, شاء الله. فوزنا بالجائزة بإذن الله راح يعني يخلق عندنا دافع أكبر إن شاء الله إن إحنا وضعنا من الآن